تطبيق دكان من القائمة الرئيسية، اضغط على مزيد. من القائمة ادخل على إعدادات، ومن الإعدادات ادخل على الملف الشخصي. انزل أسفل الشاشة وقم بإضافة المرض السكري. قم بحفظ العملية. عد إلى القائمة الرئيسية. سوف تلاحظ أسفل الشاشة إمكانية إدخال قراءات السكري. أدخل قراءات السكري. أضف الفحص لديك حسب موعده وقيمة القراءة. قم بتعديل وقت القراءة بالضغط على الوقت، ثم قم على تم لحفظ الوقت، ومن ثم اضغط على حفظ.